سودان کی سفر دو ساتر باهی با کساره ستیار چدانو دوره من تی نو سوی تین تی این تی سوگان تی ده چوکتا این تی سحنه ده تالا سی کردیو ده دلکا سی را دلکینا دلکینا سومالیلا munaasibadan oo ahayd mid ay Ilyar to isqabtay ayaa lagu soo dhaweeyay safiirka cusub ee Soomaaliland u fadhiya dalka Isuu tagay Imaaraadka Carabta munaasibadan oo ka qabsoontay hotel Sheraton ee magaalada Dubai ee dalka Isuu tagay Imaaraadka Carabta ayaa soo qaban qaabiyeen jaaliyada Soomaaliland ee dalka Isuu tagay Imaaraadka Carabta waxana ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda ganacsiga Soomaaliland ganacsatada ugu waaweyn Soomaaliland iyo sidoo kale shirkadaha kala duwan ee Soomaaliland xubnaha kala duwan ee jaaliyada Soomaaliland ayaa madashaasi ka soo jeediyay hadal kala duwan oo ku saabsan waxa ka dhacaya لكن الأمر إن نجد لنا وشتاين وأن لا نحب هم أوكارين إذا هم يدوري أن تشوي فهويا إن كسبوا ملاحا هبدان هريد الإسلامي مشين وقود دولو ما دولي كرام لكن هم بدي wasiirka wasaaradda ganacsiga Soomaaliland oo galbinayay safiirka cusub ee Soomaaliland ee dalka Isuu tagay Imaaraadka Carabta ayaa isaguna madashaasi ka soo jeediyay hadal kala duwan xafladan shacabka Soomaaliland ee Imaaraadka ku nool iyo safiirka cusub Xasan ay isku baranayaan runtii sharaf weyn bay tahay aan u imid wadanka siyaara khaas ah oo shakhsi ah لكن سيدنا الله سوى كله وحقيقة هاي شرف وين إيه ربنا دلوقنا يا شعبك سواء اللي يبد يبقوا دبا ميلو يتوقع بقى إنه يساقوا يسكوا تشدوا إياها بقى وحنو برناي إن هذه يجار كفكر رو ذات كان إنه إنه وحترو عندي وحنا ترى يتسيبون عليه إن الدعاء نسكو لهنا هاي سنة إمارات كوكرة وافعاتها لكن سيد هذه الجروح عن إسكوها لينا، إنترناشيونال كوميونيتي واحد لينا، وند كين هو وند ضد كله كل شيء قيس، إنك هو حنو هاي سنة، إنه واحد نتريا، وحكى في عن إنك كنا واحد ستار، إنك كنا سكسورا، وحان هاي سنة إنن آمنه، وان قبسن كراوح، لقي سوا حب بلا كده على، معاونة لسوسيدا، إن أكرتيد اللي أكون ضيع. هاسكنا مر في عن إنما يجي ودا كيلو وافي عيا ودا كيلو وافر واقع ودا كيلو إمكانيات بلا بولي لكن سوى حب هيا دد كيلو إنه يسكت الشلام إنه واحد يسكت الشلام إن أي واحد نقول كوز ترى أي كقتيه لا صباح وحين أويا إن دد كيلو واحد يسكت الشلام إن أويا هذه يجر نكسي وان بيشي سكتير نكسي وان تيارا وخيو مبلو ريكا لكن سيبارك واحد لا يسكت در صديق معنى يالتا وحنا صوبح هذا وحنا هاي دورة عصو ورشا لقى سوتو تدار بدنو صعبا تدار كله وضو ودي انتبت بحطان اسكت بيرين وحوين باكر لنكر waxaan madashaasi hadal la kooban ku soo gunaanaday safiirka Soomaaliland u fadhiya dalka Isuu tagay Imaaraadka Carabta ambassador Xasan Hiirad dhammaantiin aad iyo aad iyo aad baad u mahadsantiin iyo dhammaan jamhuuriyadda Soomaaliland shacabweynaheeda ku nool Imaaraadka Carabta dhammaan aad iyo aad baad u mahadsantiin intaas kadib ملاوحة ونحسن لها هي وان هو باب
in xafladan isu keentay dad waayo badan kala maqnaa marka isu hilowga iyo wada sheekaysigu waa wax aad u wanaagsan laakiin waxaan jeclaan lahaa waqtigeeda inaan ku ekaysiyo somalilan wabayna wakiiliha alxaali بعد استلامي لمهام الممثل لجمهورية أرض الصومال بالإمارات وبالتكليف الذي اعتز به من فخامة الرئيس موسى بيحة عبدي رئيس جمهورية صوماليلاند قبل أسابيع وقد كان موعدنا في خطابي في حفل استلام المهام السفارة لهذه المسؤولية في بداية الشهر هذه أن نلتقي مرة ثانية قريبا فكان هذا هو الحفل لنتعارف عن قرب ونستمع إليكم ولنوضح لكم الخطوط العريضة لعمل المكتب في الفترة القليلة القادمة كما أنتهز لهذه الفرصة بأن أنقل لكم مجددا تحيات فخامة الرئيس موسى بيحة عبدي لأخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. بدنا نبدأ ويني. آدي يا آد بدو ما حصلت هاي. وأنا وحك استوى جمهورية الصومال لأن ما أنت ميل مكيني. دي أربانون هاي. حتى أنا كوكيل هاي يوم المشاعر جمهورية الصومال لأن يكون الوضع كان إمارات كعرفة. وذا كان عين كل الله هاي حرير كان الله لا نهاي ما حرير ما أنت بالعربي وحرير تاريخية سوتشرينا وقت بدا سوتشرينا ما أنت لما ريا وقت جي من ال بي سي هي وقت جي عين النجا يا شعب يا حكومة دا ونعكسنا يا وذا كان كتر ساعة إنه قاعد قبها يقع ما حس قصنا كلمنا وحنقولنا يا حكومة دا مسكين كا يا حمر كو أولن ee aan soo dhaafi karaynin inta lagu ilaaliyo waxaan ku leeyahay dalkiina iyo dadkiina inaad amnigiina ka talisaan ayaad xaq u leedahay xaq uma lihidin inaad ka hadashaan mustaqbalka ummadda jamhuuriyadda soomaaliland kelmadna waxaan odhanayaa shacbiga halka ku nool dhowr qof oo idinkayna ka mid a baa ila soo hadlay oo ii sheegaya dano iyo duruufo khaasa anigu iyo in la shaqeeyo anigu halkan waxaan u imid adkaynta cilaaqaadka inaga dhexeeya labada wadan wadankeena jamhuuriyadda soomaaliland iyo wadanka isu taga imaaraadka carabta kaasi waa hadafka koowaad hadafka labaad waxa weeyaan inaynu soo jiidano dadka wadankeena maal gashan karaa taa macnaheedu maaha dadka wadanka ku nool in la ilaaweeyo macnaheedu waxa weeye dadka wadanka ku nool iyadoo la caawinayo haddana waxa hadafka asaasiga ee wadankan u joogaa waxa weeyaan inaan matalo madaxweynihii jamhuuriyadda soomaaliland mudane muuse biixe cabdi cabdi naasir khaalid siciid wararka hoon cable tv magaalada dubai